شنو أهمية اللقاحات بالنسبة لنا في المجال الطبي؟ وليه لحد الآن ما لاقين لقاح فعال للكورونا؟ كل الحاجات دي وأكتر حنعرف الليلة إن شاء الله في كورس الإميونولوجي، والليلة حنتكلم عن الفاكسينز، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا واللي عندها مستقبل كبير. قبل ما نخش في الفاكسينز وكده لازم نعرف بعض المصطلحات والفكرة فيها. فعندنا مصطلح اسمه الإميونيزيشن، واضح من اسمه انه المصطلح ده بيعني انه احنا حنزيد الإميونيتي بتاعة الشخص، والحاجة دي اما تجي باسيفلي او اكتيفلي. عندنا باسيف إميونيزيشن وعندنا اكتيف إميونيزيشن. هو انا من وين بكتسب مناعة؟ بكتسب مناعة لما اتعرض للأنتيجين في البرايمري إميون ريسبونس. قبل كده كانت ناقشنا عن البرايمري إميون ريسبونس وقلنا انه اول ما الزول اتعرض لسبيسيفيك أنتيجين والأنتيجين ده ريكوجنايزد باي ذا إميون سيستم في معظم الأحيان قلنا عندنا بيكون في إنتاج لأنتيبودي، والأنتيبودي دي بتنتج لنا البي سيلز. عندنا البي سيلز بتنتج لنا سبيسيفيك أنتيبودي، أوكي سبيسيفيك أنتيبودي، والأنتيبودي ده بيكون متخصص في الأنتيجين العمل إنفيجن للجسم بتاعنا، أوكي. طيب حاجة مميزة جدا للبي سيلز هنا إنها بتنتج نوع تاني من الخلايا غير البلازما سيلز. طبعا البلازما سيلز هي اللي بتنتج أنتيبوديز، البلازما سيلز أول ما يحصل اكتيفيشن للبي سيلز بتدينا بلازما سيلز، وبتدينا نوع تاني من السيلز هو الميموري سيلز، ميموري سيلز. الميموري سيل لما يجي الانتيجين للمره الجايه المره الثانيه اللي هي سكندري اميون ريسبونس بيلقى ميموري سيلز جاهزه انها تنتج انتيبودي مباشره، طوال حيكون عندنا رابيد ريسبونس اجينست الانتيجين ده. يكون عندنا رابيد ريسبونس رابيد، ودي الحاجات اللي بتميز السكندري اميون ريسبونس، رابيد اند افكتيف ريسبونس، اوكي. طيب فالإميونيزيشن إنه أنا أزيد العملية دي بحيث إنه الأنتيجين لو إجي خاش الجسم يلقى إنه عنده يعني ريسبونس راجعه وجيش أصلاً متخصص فيه وحافظه ومتذكره، أوكي. طيب في الأكتيف أنا بدي أنتيجين، يعني أول الزول بتعرض لأنتيجين، زول قبل كده جاوا برجوم لما كان صغير، ما حيجيوا برجوم لما يقبل تاني بسهولة. ليه؟ لأنه أنا عندي البرجوم ده اول ما خشت كونت له اميون ريسبونس، خلاص الجسم بقى عارفه، اوكي. طيب ممكن انا بنفسي ادي الزول ده انتيجين معين كويس على اساس انه يطور ضده اميون ريسبونس، على اساس انه في المستقبل لو جاءه المرض الحقيقي يكون جاهز له. فده كله خاش في الاكتيف اميونايزيشن. بينما الباسيف إميونيزيشن إنه أنا بدي أنتيبودي جاهز، بدي ريدي ميد أي أو إميونوغلوبيولينز. وأس الآن في عدد من الأدوية هي عبارة عن إميونوغلوبيولينز جاهزة، أنتيبودي جاهزة، بحيث إنه لو المريض يحتاج أنتيبودي أو يحتاج إني أزيد له المناعة بقوم بديه الأنتيبودي جاهز. ده باسيف، أو الإميون سيستم بتاعه ما إنفولف في البرودكشن بتاع الإميونيتي، أوكي. فدي فكرة عامة عن الإميونيزيشن، عن الباسيف والأكتيف إميونيزيشن. الفريق الأساسي في الباسيف أنا بدي زول إميونوغلوبين جاهزة، في الأكتيف واحد من اثنين، يا إما المريض براه يتعرض لمرض أو أنا أعرضه لمرض، أوكي. طيب فليه الفاكسينز الآن هي ماشية في زيادة كبيرة شديد وتعتبر واحدة من الحاجات يعني كبرى الشركات بتاعت الأدوية وشركات التصنيع الآن هي مركزة على الفاكسينز؟ ولو بتلاحظوا برضو في الكورونا الآن الناس بتتكلم عن الفاكسينز بتاعت الكوفيد 19 أكثر من أنها بتتكلم عن دراكس إنها تكيل الكوفيد 19. الفكرة الأساسية في الفاكسينيشن and sometimes called immunization هو عبارة عن preventive medical approach، يعني أنا من البداية هو وقاية، ودي حاجة الأفضل إنه أنا يعني لما أعمل وقاية أنا بكون كده كسبت الزمن بتاع التريتمنت وكسبت كمية من القروش
اللي كان ممكن يعني تضيع في العلاج، اوكي؟ لانه طبعا انا لما اجي اعالج زول هو اوريدي المرض وصله، حكون بعرض في الاعراض بتاعته، حكون الزول ده وقف عن العمل، وبالتالي قلل الانتاجيه بتاعت الدوله وكده. فلكن الايميونايزيشن او الفاكسينيشن انا اساسا بمنع وصول المرض للشخص، او بمنع مش وصول، بمنع انه المرض اذا خش للشخص ما يعمل له حاجه، لانه هو الشخص بيبقى قادر يعمل immune response very effective and very rapid immune response against this pathogen. عشان كده قال causes the formation of artificial immunity against antigens included in the used vaccine. Okay. فعشان كده الآن هو ده علم يعني يتقدم ويتوسع جدا بالمناسبة في التولز بتاعته في كده، فواحد من يعني علوم الحاضر والمستقبل. طيب the concept of the vaccine، يعني فكرة الفاكسين هي شنو؟ هي انه انا بدي الزول انتجين معين، الانتجين ده سي انه بتاع الكوليرا، الانتجين ده بدي معاه مادة تانية اسمها يعني هي تعتبر additives، بسميها adjuvant، يعني هو مضاف، حاجة مادة مضافة. المادة دي بتساعد انه الجسم بتاعنا يكون immune response against the antigen، وعندها مهام تانية. لكن أول ما زول طعنته بالأنتيجين بتاعه هيعمل شنو؟ هيكون immune response، والimmune response هيكون فيها شنو؟ هيكون فيها antibody. المرة الجاية لما زول ده يجيه كوليرا حقيقية كويس، already هيكون في جسمه في antibodies، already في جسمه هيكون في memory cells قادرة تتعرف على الكوليرا وقادر انها تطلع انتيبودي بسرعه كبيره تكون سبيسيفيك للكوليرا. طيب الفاكسينز فيه شروط، يعني اي لو تصمم فاكسين او احسن فاكسين ممكن تكون فيه ثلاثه شروط دي، وبالمناسبه الثلاثه شروط دي هي اللي خلت انه الكوفيد 19 فاكسين يتاخر كثير كويس. واحده من الشروط انه تنديوس اميون ريسبونس، اهم حاجه، لانه هو لو ما عمل اميون ريسبونس ما هيحميني. معنى الفكرة انه انا داري اجهز جسمي، ادربه، خليه يتدرب على الانتيجين اللي دخلته له ده. فلو ما الانتيجين ده ما عمل immune response، كان immune system كأنه ما شغال بالموضوع يعني. الحاجة الثانية يكون long lasting effect، يعني يكون immune response دي عملت memory cells، والmemory cells تقعد لفترة على الأقل طويلة. وعشان كده بالمناسبة الملاريا الآن في فاكسين للملاريا، في فاكسين، لكن بيشتغل لحد مرات 3 شهور، في بعض الفاكسينز بتاعت الملاريا 5 شهور 6 شهور كده، يعني ما في فاكسين قاعدين سنه سنتين 3 سنوات وهكذا كويس. طيب الحاجه الثالثه سيف، لازم يكون سيف. خلوا بالكم الاميون سيستم ده الان يعني اتلقى انه هو مربوط بعدد من الوظائف الحيويه في الجسم، فاقل تاثير عليه ممكن يقلب لك الشغله دي كلها، اوكي؟ فعشان كده الان في عدد من الفاكسينز بتصل مراحل كويسه، لكن اول ما تيجي للمرحله بتاعت السيفتي يطلع انه الفاكسين بيعمل حساسيه للزول، بيعمل ليفر فيلر، بيعمل حاجات كثيره، لانك انت يو ار يعني مانيبيوليتنج يور اميون سيستم، اند ذس از نوت يعني ان ايزي جوب كويس. طيب عندنا ميني تايبس اوف فاكسينز، يعني الفكره انه انا عندي انتيجين معين بدخله للجسم. بعد نوع الانتيجين هو اللي بيحدد لي نوع الفاكسين. ففي حاجه اسمها لايف اتينيويتد اور كيلد بكتيريا، يعني اجيب بكتيريا مثلا زي الكوليرا اضعفها بمواد، اضيف لها مواد اخليها تتقسم انقسامات كثيره لحد ما تبقى ضعيفه، وبعد ذاك اديها للزول. بعد ذاك بيحصل شنو؟ انتي بودي ريسبونس. في لايف اتينيويتد فيروس، نفس الفكره، اجيب فيروس اتعبه شويه بمواد كيميائية بكده، وفي النهاية دخلوا للشخص، أوكي؟ منها الريبز اللي هي حقة السعر. في الصبيونت أو الأنتيجين فاكسين، ده معناته أنا بشيل جست أنتيجين أو صبيونت من البكتيريا، أنا ما بدخل البكتيريا كلها، بس بشيل من السيل ميمبرين مثلا سبيسيفيك بروتين يكون مميز للبكتيريا دي، أوكي؟ طيب في الكونجوجيتد فاكسينز اللي هي مثلا فيها أكتر من نوع، يعني أوكي؟ أكتر من نوع من فاكسين واحد مع بعض. في سينثيتيك فاكسينز، ودي جايب الريكومبيننت، حاجه اسمها الريكومبيننت تكنولوجي، انا انصحكم تمشوا تقروا عن الموضوع ده. وفي الفايرال فيكتورز، الفايرال فيكتورز والدي ان اي فاكسينز، الثلاثه دول كلهم هم يعني بيتم تصنيعهم عن طريق علم كبير جدا اسمه البايوتكنولوجي. بايوتكنولوجي الان البايوتكنولوجي
يعني شاغل حيز كبير جدا في تطور الفاكسينز المختلفة. الآن ظهرت النوع مع التطور الحاصل اللي ظهر حاجة اسمها الإيدبول فاكسين. إيدبول معناتها ممكن نأكلها يعني مستساغة. طبعا لو بتلاحظوا معظم الفاكسينز هي بتيجي في شكل إنجكشنز. ليه؟ لأنها هي بتتأثر بالمعدة، بتتأثر بالإتش صغيرة الموجود في المعدة، بتتأثر بالإنزيمز لأنها هي معظمها عبارة عن بروتينز أو بيبتايدز، فبتتأثر أكيد بالمعدة. فجزء بسيط من الفاكسينز هي ممكن نأخذها أورالي أو بالفم يعني. أما الإيدبول فاكسينز هي تعتبر يعني من أوجه التطور المتقدمة جدا في الفاكسينز. اللي بيحصل فيها إنه أنا بدخل أنتيجين بدل زول، بدل ما أدخل في الزول طوالي وقوم أديه لشجرة، والشجرة بعد ذلك تعمل أنتيبودي أو تعمل أو تدخل الأنتيجين ده في الفاكهة بتاعتها. على أساس إنه أنا لما نجي أكل الفاكهة تكون الفاكهة شنو؟ أنتيجينك، فيها أنتيجينك جينز، يعني بتعمل لي برضو إندكشن للإميونيتي بتاعتي. لكن الفرق الاساسي انه هي في شكل بتاع شنو؟ فواكه، يعني ممكن قمح، ممكن في شكل، وممكن تطبخ بالمناسبه، تطبخها عليل وتاكلها، فهمتها؟ يعني تمشي المطعم كده تقول لي اسمع واحد عليك الله فاكسين بتاع كوفيد 19 كويس. فبالمناسبه الابحاث ماشيه جدا، ماشيه متقدمه جدا في 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 المجال ده. لكن زي ما قلت لكم الايشو الثلاثه، السيفتي والاندكشن اوف الاميون سيستم، وال انه يكون عندنا نون لاستيك افكت، دي واحده من التشالنجز الاساسيه في التطور بتاع الفاكسينز. اوكي طيب، في كونترا انديكيشنز، يعني في ناس كده معينه المفروض ما نديهم فاكسينز. الزول اللي عنده سيفير الرجيك رياكشن، يعني يعني ممكن يعمل حساسيه او عنده حساسيه جينس الفاكسين المعين. الناس اللي عندهم برايمري اميون ديفيشنسي زي ناس الايدز. الناس اللي عندهم نون سيفير سكندري اميون ديفيشنسي، يعني زول مثلا بيستخدم دواء معين هو بيعمل سبريشن للاميون سيستم، فده بيكون عنده اميون ديفيشنسي او فقد للمناعه. فده كلهم طبعا انا ما بديهم فاكسين. ليه؟ لانه لو اديته مثلا بكتيريا ضعيفه ممكن البكتيريا دي تلقى في فرصه، لانه هو الاميون سيستم بتاعه ما قوي زي النورمال يعني. اوكي ده كلام عام عن الفاكسين. اتكلمنا عن الانواع بتاعته، اتكلمنا عن الفكره بتاعته اساسا هي شنو، اتكلمنا عن دوره في التقدم المستمر في العلاجات او في التريتمنت او في الادفانسد تريتمنتس اوف ديزيزز اور بريفنشن اوف ديزيزز. لحد الفيديو الجاي اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.